في الساحل رشيد ان احد الناخبين بعد ما ادلى باصواته ترك اقلام في منطقه الاقتراع، فتم احد الوكلاء ابلاغ السيد المستشار الذي تم التحفظ على هذه الاقلام وعمل محضر والتحفظ على الاوراق اللي تم الادلاء بالاصوات في هذه الفتره الانتخابيه، على اساس لو ثبت ان في اوراق بيضاء او اي حاجه هتتخذ ضدها الاجراءات القانونيه. بناء على ذلك شددنا الاجراءات من خلال الشرطه العسكريه التي انتشرت في كافه انحاء المحافظه وكذا قوات الامن، على اساس لو رصد اي حاله من طبخ هزيل. الساده المستشارين مشكورين بيقوموا بالتنبيه على ابنائنا الناخبين والناخبات ان يستخدم الاله الموجود، يعني الاله مربوط بالدباره في مكان الاقتراع، فارجو ان احنا نستخدمه، هو قلم جاف طبيعي جدا من اللي بنستخدمه، مفيش داعي ان احنا نستخدم قلم غريبه عليها صوره او اي صوره لاي من كلا المرشحان على اساس تتم العمليه بشفافيه. اللهم ما فيش اي شيء يخل بالعمليه الانتخابيه، العمليه بتتم بهدوء جدا، نتمنى ان كل المواطنين يخرجوا، العمليه مؤمنه جدا، اكثر من 150 الف مجند من القوات المسلحه و200 الف من وزاره الداخليه بتؤمن المقار الانتخابيه، الامور هادئه جدا جدا جدا، نتمنى ان تستمر بذلك وينتهي اليوم بخير بإذن الله وبكرة تكتمل الأمانة. نرجو من كلا المتنافسين من أنصارهم أن نتقبل في النهاية ما تسفر عنه نتيجة الاقتراع، طالما احتكمنا للصندوق لابد أن نرضخ لما ينتهي إليه الصندوق، ونتعاون كلنا مع رئيس مصر القدس.